السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أماني من قناة بيانكو. بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض أواكل فراخ بدون جلد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. معانا أواك فراخ بدون جلد، معانا بصل، ثوم، فلفل، ملح، بابريكا، زبدة، دقيق. هنتبل الأواك بالملح، هنتبلها كويس. وبعد كده بالفلفل الاسود، والبابريكا، الطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده هنتبلها بالدقيق، هنغطيها كويس بالدقيق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في طاسة هنسخنها كويس وننزل بالزيت والزبدة. هننزل بالأواك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنحمرها كويس كده، خدت لون حلو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هننزل بباقي الأواك، هننزل بالبصل الجوانح الأبيض مكان تحمير الأواك، هنقلبه. احنا مش عايزينه ياخد لون، هنوسع شوية كده وهننزل بمعلقة زبدة. ومعلقة ثوم. هنقلبها كويس. وبعد كده هننزل بالأواك. احنا كده مش هنحط توابل تاني. انا هنا قسمت الواك على صينيتين، هننزل بالشعير، وهنسيبه يستوي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، لا إله إلا الله. هنا حطيناه في الفرن واستوى، وحطيناه تحت الشواية عشان ياخد لون.
وهنقدمه مع رز ابيض. وبالهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.